الكابتن ده حط شوكولاتايه فوق المكنه بتاعت القهوه، وبعد كده قعدت تنقط كده قهوه لحد ما الشوكولاتايه ساحت على القهوه اصلا، فبقت قهوه بالشوكولاته. فتعالوا نعملها. بس قبل ما نعملها انا حاسس ان الاضاءه خفيفه كده وورايا اسود، ويعني الموضوع مش مشهي كده، او الموضوع ما يفتحش العين. ولكن قبل ما نعمل التجربه دي احنا عايزين نعمل حركه واحده بس، هو ده. وعلى فكره برضو لو مش عاجبك برضو ممكن برضو تزود في الاضاءه عادي خالص. مش عاجبك خالص ممكن تعمل كده، برضو مش عاجبك ممكن تعمل كده عادي يا باشا. بص معاكوا في اي حاجه. عايز تعرف ركبت الاضاءه دي كده ازاي والكلام ده، هتلاقي الفيديو على اليوتيوب بيتكلم. بصوا من ساعه ما نزلت جبت الحاجات دي كده كلها ورحت ركبتها، والراجل لما جه ركبها لي والكلام ده، فروح اتفرج هتلاقيني حاطط اللينك بتاع الفيديو ده تحت في الديسكربشن. فتعالوا بينا بقى نعملها. احنا جبنا المكنه دي، المكنه دي اللي انا بستعملها شخصيا. المكنه دي كانت عامله تقريبا 450 جنيه، هسيب لك اللينك بتاعها تحت في الديسكربشن لو انت عايز تروح تطلبها. يعني مكنه بتعمل قهوه امريكان جميلة لطيفة كده. وجبت قالب الشوكولاتة ده اللي موجود في كل حتة في الكون كله بجنيه، فاحنا هنعمل نفس الحوار. فهنفتحها، وده المكان بتاع القهوة، نحط كده المية. وهستعمل هنا قهوة بعوف، قهوة فلتر، بتروح تجيبها اسمها قهوة فلتر بتاعت المكنة دي اصلا. نفتح كده نجيب المعيار بتاع القهوة وناخد شوية قهوة. ريحة القهوة جامدة قوي قوي. نحط بقى كده يا زميلي، ممكن نحط ايه حبة كمان جدعانة مني، ونحطها هنا. وعايزين بقى نحط الشوكولاتاية بطريقة كده جامدة، معرفش ليه الكاميرا بتلعب كده مش عارف ليه. المهم يعني احنا عايزين نحط الشوكولاتايه دي كده بطريقه معينه هنا علشان ما تقعش يعني. فتعالى نفتحها. جمال ودلال، هي جت متكسره يعني، جت متفتفته مش جت متكسره. تمام، احنا كده حطيناها. المفروض بقى لما نيجي نشغل الزرار ده كده القهوه هتبدا تنزل عليها فتسيح. فادينا هنستنى. اوعى ما تسيحش بقى وتطلع بقى القهوه بره. اوعى اوعى اوعى. ريحه الشوكولاته بدات تبان. فينا حته انا سايبها كده خباسه عشان اكلها يعني وانا قاعد مستني يعني. قول لي قول لي هي راحت فين. صح صح. حتى كمان ممكن كمان احطها معاهم. دي اسرع وارخص واصغر مكنه قهوه ممكن تشتريها في البيت ب 450 جنيه تعمل لك قهوه. بصوا جامده قوي قوي قوي. طيب تمام، نجيب بقى ايه ماج ستاربكس الجامد قوي ده، نحطه بقى كده هنا. لما اخذ انت كده بس شويه يا صاحبي، حط الماج كده هنا، ونجيب القهوه بتاعتنا اللي محطوطه بالشوكولاته. مش هنحط بقى سكر، هنعتمد على سكر الشوكولاته يعني. ممكن احط هنا كمان شويه لبن علشان اخد الشوكولاته كلها اللي جوه. يبقى احنا كده عملنا قهوه بالشوكولاته بطريقه جامده. طبعا انا اسف طبعا على تغير الالوان او تغير الاضاءه، لاني اول مره يعني اصور في ظروف الاضاءه دي، فلسه بتعود ولسه بشوف ايه انسب وضع او ايه انسب يعني لوك للاضاءه. وانت اكتب لي بقى تحت في الكومنت وقول لي ايه انسب لوك، انت عايزها فاقع ولا عايزها زي دلوقتي كده جامده. طيب ندوق بقى القهوه اللي بالشوكولاته. ولا جامده جامده جامده. طبعا لو انت طبعا ما عندكش المكنه دي ممكن تجيب قهوه وتحط عليها شوكولاته عادي خالص او بكنكه والكلام ده. ممكن تكتبوا لنا تحت في الكومنت ونعمل كده مره بقى قهوه في الكنكه عاديه خالص ونحط عليها شوكولاته والكلام ده ونعملها يعني نفس الطريقه دي. ولكن الطريقه دي جامده جدا جدا. وتقريبا في ناس في كوست كافيه قالت ان في اصلا هناك قهوه بالشوكولاته، فانا عايز كمان اروح ادوق القهوه اللي بالشوكولاته اللي هناك دي واشوف هل هي فعلا شبه دي ولا لا. شير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100 الف فارو بقى. وكالعاده دوس يا كوتش. السلام عليكم.